أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أن وفدا حكوميا رفيع المستوى من بيلاروسيا سيزور مصر قريبا، وتأتي الزيارة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة خاصة في إطار المنطقة الصناعية الروسية بالشرق بورسعيد ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. وسترأس الوفد نائب وزير الزراعة البيلاروسي بمشاركة ممثلين لوزارات الصناعة والموارد الطبيعية والبناء والتشييد. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها قابيل مع فلاديمير سيماشكو النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسي على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة والمنعقدة بالعاصمة مينسك. شكلت غرفة القاهرة التجارية غرفة عمليات لمتابعة معارض سلع أهلا رمضان ومدى سير العمل بها. وقال رئيس غرفة القاهرة إبراهيم العربي أن المتابعة مستمرة ويومية للوقوف على مدى سير العمل بالمعارض والاطمئنان على عرض جميع السلع بأسعار خاصة تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجية، نظرا لتقليل حلقات التداول وعرض السلع من المنتج والمستورد مباشرة إلى المستهلك. أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري معايير اختيار الكوادر المشاركة في البرنامج التأهيلي للقيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، وتشترط المعايير أن يتراوح السن ما بين 30 و45 عاما مع شرط إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارات ومقابلة الشخصية. وأشارت الوزارة إلى برنامج تأهيل القيادات الحكومية إلى أنه سيمنح التدريب في مجال الإدارة ل 362 كادرا وظيفيا عبر 3 مراحل. واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها بنحو جماعي في منتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين والأجانب في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات العرب. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة نقطة ونصف النقطة المئوية، كما زاد مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 46%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسط نطاقا بنسبة 91%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية ليطلعنا على هذا الارتفاع الجماعي ويحدث لنا طبعا من أرقام المؤشرات، ربما صعود جماعي لليوم الثالث على التوالي. مينا صحح لي المعلومة لو سمحت. مينا طيب ربما نحاول الاتصال به الآن بعد قليل. طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 12 مليار و700 مليون جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة لأجل 364 يوما 6 مليارات و200 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة الطرح لأجل 182 يوما 6 مليارات و500 مليون جنيه. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة بالإضافة إلى المنح والمساعدات من الدول العربية والقروض الدولية. كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي عن استعداد الجهاز لربط الساعة السكانية مباشرة بمركز المعلومات بوزارة الصحة، والذي يتلقى أعداد المواليد والوفيات لحظيا خاصة بعد ميكنة 4500 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن النظام الذي تعمل به الساعة السكانية حاليا هو نظام معدل الزيادة الطبيعية السنوي، ولكن بعد ربط الساعة لحظيا بعدد المواليد والوفيات سيصبح عدد السكان الذي تسجله الساعة أكثر دقة. نذهب سريعا إلى مينا بشرى في مقر البورصة المصرية. أهلا بك مينا. ويعني المؤشرات طبعا مرتفعة بشكل ملحوظ مينا، وخاصة الثلاثينية، هل بيعتبر اليوم هو اليوم الثالث على التوالي في الارتفاع بشكل جماعي أم ماذا؟
نعم، مساء الخير ولاء. بالفعل جلسة اليوم هي الجلسة الثالثة على التوالي التي تشهد ارتفاعا وصعودا جماعيا لمؤشرات البورصة لتعويض الخسائر الحادة التي منيت بها يوم الاثنين الماضي. هذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة خلال النصف الأول من تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع جاء مدعوما بالقوى الشرائية من قبل المستثمرين العرب والمؤسسات، إضافة أيضا إلى الصعود الجماعي للأسهم القيادية كان داعما لاستقرار المؤشرات وتحديدا المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 داخل المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع وصلت الى 1.67% ومسجلا 13099 نقطة، وبذلك يكون المؤشر الرئيسي استطاع ان يتجاوز مستوى المقاومة المستهدف مستوى 13000 نقطة مرة اخرى خلال تعاملات اليوم. المؤشر السبعيني ونتيجة ايضا لاستمرار القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين ارتفع بمقدار 44% ومسجلا 588 نقطة خلال منتصف التعاملات. المؤشر الاوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع ايضا بمقدار 91% ومسجلا 1384 نقطة، وبمكاسب خلال النصف الاول من التعاملات تجاوزت مستوى 5 مليارات جنيه نتيجة لهذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة منذ مستهل التعاملات وحتى هذه اللحظة. نعم، العديد من الأسئلة سنطرحها على رأس الثالثة باستفاضة مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية. شكرا لك مينا.